قال رحمه الله: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. هذه لطيفة ينبه عليها رحمه الله تعالى في وجه تخصيص هذه الأربع بالذكر في الحديث: السمع والبصر واليد والرجل. خص هذه الأربع في بالذكر في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. لما خصت هذه الأربع مع أن الإنسان فيه حواس أخرى وآلات أخرى؟ فما وجه تخصيص هذه الأربع بالذكر؟ يقول رحمه الله: خص هذه الأربع بالذكر لأن هذه آلات الإدراك وآلات الفعل. آلات الإدراك السمع والبصر، وآلات الفعل اليد والقدم. والسمع والبصر يوردان على القلب، السمع والبصر يوردان على القلب، واردات القلب تصل إليه إما من طريق السمع أو طريق البصر. ولهذا في الآية الكريمة قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قدمهما على الفؤاد لأنهما هما اللذان يوردان إلى القلب الواردات، وتدخل عليه من خلالهما الدواخل. فجاء في مقام التحذير تقديم السمع والبصر على الفؤاد، لأنهما يوردان الواردات على القلب ويدخلان عليه الدواخل. فهنا ذكر السمع والبصر لأنهما يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض. ثم تنشأ عن ذلك الحركة، لأن القلب محرك والبدن كله تبع له. فالسمع والبصر يوردان على القلب، وهذا الذي يرد على القلب إذا تحرك به القلب تحرك البدن، فمشت القدم وانطلقت اليد تبعا لماذا؟ لما في القلب من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من حب أو بغض. ألا إن في الجسد مضغة، الحركة حركة البدن راجعة إلى هذه المضغة. فالمضغة ما الذي يحركها؟ المضغة ما الذي يحركها؟ الواردات التي ترد عليها من السمع والبصر، وبحسب هذه الواردات تتحرك. فإذا تحركت انطلقت الآلات اليد والقدم في خير أو شر، هذا يمشي إلى المسجد وذاك يمشي إلى خمارة،
أو وكر فساد والعياذ بالله. فيستعمل اليد والرجل، فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله آلاته وبصره بالله نعم آلاته ماذا عندك؟ فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله أكمل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه. نعم عندي خطأ، كان محفوظا في آلات إدراكه، كان محفوظا في آلات إدراكه التي السمع والبصر، وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه، لأن أشياء مترتبة ينبني بعضها على بعض، ولأجل هذا أيضا قدم السمع والبصر على اليد والرجل، لأن هذه الأولى تحرك القلب والثنتين الأخيرات تتحرك عن القلب، فقدم السمع والبصر لأجل ذلك. نعم.